انتبهت انك عايش بشكل روتيني ونمط سريع لدرجة انك مش قادر توقف تتفكر بامور مهمة بحياتك، الوعي هو انك تكون حاضر بكل لحظة لكل شيء عم تفكر فيه او عم تقوله او عم تتصرفه، ومش بحالة بتشبه الغيبوبة. شو فيك تعمل حتى تخلي مستوى الوعي عندك يكبر؟ اولا كون متأكد من انه كل شيء بيصير معك كان ضروري يصير تتعلم وتنمى. ثانيا حب كل الاشخاص يلي بحياتك من دون شروط حتى لو كانوا صعبين، اعتبرون مراية عم تعكس مشاكل عندك اياها انت. ثالثا كن واثق من انه الحياة رح تعمل لك كل شيء بدك اياه بس انت تسمح لها، وحتى تسمح لها لازم تختار الاشياء اللي بتنسجم مع ميولك وطبيعتك ويلي بتعطيك فرح داخلي. حاول تخصص كل يوم وقت قصير للتأمل، بلحظات الهدوء والاسترخاء فيك تعرف انت مين وشو لازم تعمل بحياتك. اعتبر كل تحدي بحياتك خطوة على طريق وعي اكبر. بيقول ستيفن كوفي كل انسان عنده 4 قدرات: الوعي، الضمير، الإرادة الحرة، والقدرة على الإبداع. وهيدي الأمور هي اللي بتمنح الإنسان حريته والقدرة على الاختيار والتفاعل والتغيير. وهلأ رح ننتقل على سفرة دايمة ونشوف شافق لي شو محضر لنا لليوم. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بسفرة دايمة. رح رحب بمدام سوسن وضيوفة. مرحبا. أهلا وسهلا، كيفك شيف؟ ماشي الحال، كيفكم أنتم؟ الحمد لله ماشي الحال. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من سفرة دايمة. بحب رحب بضيفتنا اليوم فاتن غرز الدين، اختصاصية تغذية من الكويت. برحب بروز من لبنان. اليوم حلقتنا بتحكي عن موضوع كمان كل الناس بتحكي عليه، بنقرأ بالجرايد بالمجلات على التلفزيون بالدعايات كل الوقت، في كلمة اسمها مضادات أكسدة أو أنتي أوكسيدنتس. هالعبارة بنسمعها كتير، فيها نصايح كتير كل العالم بتقول عنها وين موجودة، بتقلنا أنه ناخد أطعمة أو مكملات غذائية لاحتوائها على مضادات أكسدة. ممكن يقولوا هيدي المضادات الأكسدة منيحة لمنع السرطان، هيدي منيحة للبشرة أو للترطيب أو لأي شيء. شو صحة هالمعلومات؟ شو أبرز مضادات الأكسدة وشو هي فوائدها لجسم الإنسان؟ أول شيء بدنا نعرف شو يعني مضادات أكسدة. هي أنزيمات أو معادن أو فيتامينات أو ثلاثة سوا، هن ضروريين لمحاربة الضرر يلي بتسببه الفري راديكلز. الفري راديكلز هي جزئيات بالعربي اسمها جزئيات حرة غير مستقرة، بتدمر وبتهاجم الخلايا وبتخلي جهاز المناعة عنا يضعف. وهيدا امتى بيصيروا الفري راديكلز؟ نتيجة تعرضنا للتلوث، الأكل المدهن، استرس، التدخين والوزن الزائد. مضادات الأكسدة ليش بنحكي عليها كتير؟ شو فوائدها بالجسم؟ هي بتحمي الجسم من أمراض القلب، أمراض السرطان، ضغط الدم العالي، السكري، الشيخوخة، تقوية مناعة الجسم، ومثل ما قلنا هي على شكل معادن أو فيتامينات وأنزيمات موجودة طبيعية بقلب الأكل، يعني في منها موجودة بقلب الأكل ومنها بناخدها كسبليمنت. فاتن شو هي مصادر مضادات الأكسدة بالطعام؟ هلا عنا كتير مصادر موجودة، خلينا نبلش بالفاصوليا all beans اللي هي غنية بالأنتي أوكسيدانتس وبالألياف والبروتين. فينا نضيفها على السلطات أو على الشوربة على الأقل 3 مرات بالأسبوع. يعني البينز إذا زدناها هيك نتفي ولو معلقة على السلطة كتير منيحة، يكون كفاية كتير منيح. بيرجع عنا التوت all berries كل أنواع، عنا الكرامبريز، الراسبريز، الستروبريز، البلوبريز، البلاكبريز، بس اللي أخذ اليوم السكسس هو الكرامبريز. الكرامبريز كلهم غنية كتير بالفيتامين سي والمعادن. هون فينا نعطي نصيحة إنه بلا ما ناخد حلويات أز سناك، فينا ناخد كمشة توت بتكون أحسن بكتير. كمشة قدي يعني ورجينا. كمشة منيحة هاي الكمشة. أي بنهار. أوكي كمان عنا غير فواكه اللي ألوانها شوي على العصفار أو برتقالية مثل الليمون، المشمش، النكتارين والدراب. كمان فينا نقول عن الفواكه الحمراء مثل التفاح، العنب الأحمر، الكرز والخوخ. هلا اذا بنحكي عن الخضار عنا الكروسيفيرس فيجيتابلز اللي هن البروكولي والارنبيت اللي عندهم بيلعبوا دور كتير مهم بمحاربة السرطان. هن للسرطان اكثر. يس هودي اثنين. عنا خضره ثانيه كمان ملونه مثل الباذنجان والجزر. هون كتير مهم يعني فاتنا نقول انه هول الخضره ما فيها كالوريز كتير، يعني اذا سلقناها واكلناها فينا ناكلها، فينا نعتبرهم فينا نقول امتي كالوريز. امتي كالوريز او فري كالوريز، يعني احنا ممكن ناكل 3 حبات قرنبيط مسلوق، يمكن نحط عليه شويه حامض، ما ضروري نقليه
هو اكيد المقلي اطيب، بس انه اذا سلقناه او حطيناه بالفرن او حطينا معه بهارات كثير بفيدنا بالوقايه من امراض سرطان كثيره مثل سرطان الكولون او المعده او غيرها. شو كمان عنا؟ هلا بدنا نكفي مع رز. هلا قبل ما نكفي، بس نحن هدفنا اليوم من الحلقه انه نعطي المشاهدين اللي عم يحضرونا 10 جروبات اذا فينا نقول من الاطعمه اللي اليوم بنسميها سوبر فودز. سوبر فودز لا احتوائها على كميه عاليه من مضادات الاكسده. سوبر فود يعني عطينا هالتسميه العلميه، لانه سوبر فود معناتها سوبر، معناتها كثير منيحه كثير قوي يعني. طيب يعني بعد ما حكينا عن الخمس جروبات اللي حكيت عنهم فاتن، انا بدي كفي احكي كمان عن التوابل اليوم او السيزنينج، يعني هن اشياء ممكن نضيفهم على اكلنا ونضيفهم بكميات بسيطه جدا. مثلا ممكن نضيف الثوم والبصل، وهون كثير نحن باكلنا اللبناني او العربي كثير بنستعمل هالانواع، يعني خاصه البصل والثوم. بنضيف ايام الكزبره التوابل مثل الاوريغانو مثل الكركم مثل العقد الصفراء. هلا احنا بنضيفهم بكميه صغيره، بس حتى هالكميه الصغيرة بتعطينا نسبة عالية من مضادات الأكسدة. يعني الكركم والعقد الصفراء احنا يعني حتى نحن بننصح الناس انه يكتروها بأكلهم بأنواع أكلهم، لأنه كتير منيحة، وإذا أخذوا كل يوم مع الأصغيرة كتير بيكون في عندهم مضادات أكسدة لكتير أمراض، مش بس للسرطان أو لشي معين. مزبوط، نحن مثل ما قلنا يعني هي كمية صغيرة منهم عم تعطينا نسبة عالية من مضادات الأكسدة. بقى دايما لازم نقطع يعني بصل بالتبولة بالطبخ، كتير مهم هيدا الشيء. هلا سابع جروب بدنا نحكي عنه هو الشاي والشوكولا. بنبلش نحكي عن الشاي، يعني كل انواع الشاي اذا كان الاسود الاخضر او حتى الشاي الابيض هو بيحتوي على نسبه عاليه من مضادات الاكسده، وبيتميز فيهم الشاي الابيض لاحتوائه على اعلى نسبه من مضادات الاكسده بين ثلاث انواع شاي. كيف ندخل الشاي؟ يعني في كتير ناس بحبوا الشاي ياخدوا سخن مثلا على التربيقة، وفي ناس لا بفضلوا مثلا هلا بالصيفية ياخدوا كايس تي. ايس تي مثلا فينا نقطعه كسناك بعد الظهر، ممكن عم ناخد كمية الانتي اوكسيدنتس او مضادات الاكسدة. بذات الجروب عنا الشوكولات، دايما بنحكي عن الشوكولا الاسود هون. نحن بالنهار بننصح واحد ياخد 30 جرام من الشوكولا الاسود اللي هن بيحتوي على 150 وحده حراريه. بيعتبر هيدا سناك يعني بدل الفواكه مثلا او الدسير. يعني اذا شو مضادات الاكسده يعني بفيد الشوكولا كثير بفيد. مضادات الاكسده موجوده فيه بتنشط من الدوره الدمويه، بتقوي يعني بتساعد ضد امراض القلب اذا فينا نقول كمان. بقى كثير مهم نقطعه بس عشان تكون اسود. اسود و15 قد ايه قلتي؟ 30 جرام. طب هيدي روز قد ايه؟ هاي شي 50. هيدي يعني ما نشيل منك هيك قطعه كثير صغيره. طيب بس اذا انا قلب يعني بتفيد. اوكي بعد الجروب اللي حكينا عنه بنوصل لثامن جروب يلي هو الجروب اللي فيه القمح الكامل. فينا نقول هون معنا اكزامبل منه هو الشوفان. فينا نزيد على الشوفان الكينوا، رز الاسمر والباستا السمراء كمان. هني بيعطونا مصادر للمعادن للالياف وكمان لمضادات الاكسده. نجرب على القليله يعني ندخل نص المصادر النشويات عنا يكونوا سمر. يعني مثلا على القليله على الطريق او على الغداء نقطع نشويات سمر، وعلى الغداء ممكن ناخذهم بيض. حتى على الشوفان ممكن ينطبخ على بكره مع شويه حليب قليل الدسم. ممكن الظهر يكون حتى برشوه شوي على السلطه لانه بيعطي هالمضادات الاكسده كلها. ليش لا؟ اكيد لا اكيد. تسع جروب هو المكسرات. هون معنا اللوز اللي هو مصدر للفيتامين اي، والجوز كمان داخل بهذا الجروب هو مصدر للاوميجا 3. شو اهميتهم؟ اكثر شيء بحاربوا ضد الشيخوخه، بحاربوا كمان ضد امراض القلب، وكمان بقوى المناعه بالجسم. بقى كمان ممكن واحد ياخذ مقدار فنجان قهوه بالنهار من الجوز واللوز النيين. كمان هيك بيغنوا اكلنا بمضادات الاكسده. واخر جروب معنا هو الزيوت. هون معنا زيت الزيتون، كمان هو مهم جدا لاحتوائه على الدهون الأحادية الغير مشبعة. كيف فينا ندخله على أكلنا؟ فينا مع كل صحن سلطة أو مثلا ساندويش لبنة بنعمله نحط معلقة شاي زيت زيتون. معلقة شاي صغير يعني 5 جرامات. ايه. منيح بس ما نزيدها منه. ايه. كمان بنكون عم نحصل كمان على حاجاتنا من المضادات الأكسدة. يعني مثل ما قلنا اذا شفنا هلا الشيء اللي قالته فاتن وقالته روز، كل الاكل اللي موجود على الطاوله اللي هو غني بمضادات الاكسده نحن يوميا بناكل على القليله 5 او 6 اشياء منهم. الخضره مفروض 5 باليوم على القليله،
والحبوب فينا نمرقها مرتين او ثلاثة بالاسبوع. بالاسبوع الكرامبري فينا نمرقه كل يوم محل كمشي از سناك مثل ما قلتي انت. الشوكولا الاسود هيدا ضروري يعني 30 جرام، يعني اذا بنجمع المصادر اللي قلنا عليها وبناخذ بالكميه اللي قلنا عليها ما بتتعدى ال 300 وحده حراريه اذا اخذناهم بالكميات اللي عم نقولهم. وهيك بنتمتع بنظام صحي، في عنا مضادات اكسده طبيعيه كثير يعني بتفيدنا بصحتنا وبتمنع عنا الأمراض. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هالمعلومات كلها. هلأ بدنا ننتقل على عن شيف إلي لنحضر الطبخ. لوحة تحكم سهلة الاستخدام بواسطة اللمس. وصفتنا لليوم هي الرز باللحمة والدجاج. أكيد بدنا نحضرها بطريقة كتير صحية. أول شيء عنا اللحمة كانت مجلدة بدنا نشيلها، حضرناها صارت طرية، بدي حضر البصل مع شوية زبدة قليلة الدسم كمان. هون اللحمة بدنا نقليها، بس قبل نحط نقلي شوي البصل. مثل ما لاحظتوا ما حرقت الزبدة، يعني إذا تركتها شوي على النار زيادة بتحترق. من هيك أول ما بتدوب فينا نحط البصل، كمان نتفة صغيرة من الملح مع البصل. على طول بنحط الملح بالأول مع البصل تا تدبل بسرعة البصلة. هلا نحن عم نشتغل بالبصله اكيد بدنا نكون محضرين الرز او نقعين الرز او طبخينه نص طبخه اذا كنا مستعجلين قبل فينا نسلقه. هلا نحن كمان عاملين طريقه تنقدر نخلص الوصفه على السريع، حاطين الرز مسلوق. هاي اللحمه لازم تستوي، وبس تستوي بدنا نضيف لها كل الاشياء. يعني هلا لازم نتركها تستوي، ومش لازم نتركها نيه كثير لان ما بترجع تستوي مع الرز، وخاصه اذا كنا سلقينه للرز او مستويينه. من هيك اللحمه بتستوي اجمالا. هون عم نستعمل لحمه هبره، كل ما شلنا منها الدهون كل ما صارت صحيه اكثر. اكيد بهالوقت انا وعم بعمل اللحمه بدي يكون محضر الدجاج كمان، لان هي رز مع اللحمه والدجاج، يعني في الدجاج واللحمه مع بعضهم. اكيد في عده طرق تنعمل الدجاج، بس راح تشوفوا الطريقه يلي كثير صحيه وكثير سريعه. هلا بهالوقت تكين استوت اللحمه انا محضر الدجاج بطنجره الضغط، يعني ما بدنا الا نشيلها على السريع عن النار.
حطيتها على البروجرام او البرنامج يلي بيعطي بخلينا نستوي يستوي اللحوم او الدجاج، اكيد مش السمك. يعني عندها اربع برامج بنقدر نحدد منهم اي برنامج فينا نشتغل فيه. بنفسها وبتركها هلا. رح ضيف الرز فوق اللحمه، اكيد البهارات فينا نحطهم هلا اذا كان الرز مش مستوي كتير، يلي هن فينا نحط بهار اسود، وهيل مطحون، يعني كل انواع البهارات اللي بنحبها فينا ندخلها. هون انا عم غمق شوي لون الرز بيعطيني طعمه، اكيد تياخد لونه الرز وياخد لونه الاسمر، تصير لونه اسمر ما بنحط المي قبل ما نحط البهارات. يعني بنحط البهارات بالاول وبنعمله على النار مع مع الرز كله سوا، هيك بصير لون البهار اخذ الحبه او البهار فايت بحبه الرز. وبعدين بدنا نحط المرقه يلي هي طالعه من الدجاج، انا هون الطريقه تقريبا صارت خالصه الطبخه. رح احط مرقه من الدجاج سريعة، وبتركها على نار خفيفة. وبهالوقت بدي شيل الدجاج نفسناها من الضغط، اكيد دجاج مسلوق ومعه المرقه يلي حطيناها مع الرز، اكيد نحن محضرينها من قبل. هون اجمالا نسلق الدجاج بدون الجلده، هيك منخفف دهون، وإذا استعملنا صدر الدجاج بيكون أحسن. بدنا ندهن صدر الدجاج بالرب البندورة، رح حط المقلي على النار مثل ما شايفين هون مستوي الرز، يعني نقصنا كمية الماء هيك دغري بيستوي وبينشف. هلا عنا رب البندورة رح نمسح ميلي، نحطها نتفة صغيرة تاخد اللون وتلزق عليها. كمان فينا نتبع طريقة انه ندخلهم بالفرن وهيك بتاخد الطعمة كلها، طعمة رب البندورة مع الدجاج. برجع بعمل الطبقة الثانية أو الميلة الثانية، وكل ما حطينا رب البندورة بيعطينا لون
احلى يعني. نحن عم نشتغل هلا على المنظر الحلو، اكيد نكهه كمان بتكون كثير طيبه. نقلب على الميل الثانيه وهيك صارت جاهزه. هذا الرز يلي انطبخ هون انا محضر كمان طنجره، رح شيل عن النار طنجرة رز، شوفوا لون البهارات كيف صار، كل ما كترنا لون كل ما كترنا البهارات بيعطينا لون أكثر وأغمق. أكيد هون كمان طبخة جاهزة، وعندنا صدر الدجاج كمان جاهز، يعني ما بدنا إلا نسكبها بالصحن ونقدمها. ونشوفكم بعد الفاصل. تفال مشهورة بأنها مانعة لالتصاق الطعام وبتتحمل حرارة عالية وسهلة التنظيف، لما تحضر الأكل فيها ما تحملي هم التحريك ولا الالتصاق ولا الاحتراق. بتقدم لكم سفرة دايمة ومولينكس فرصة لربح جوائز عدة من خلال إبراز مهاراتكم بالطبخ. يكفي أنه تزوروا موقع سفرة دايمة على الإنترنت www.sofradaime.com، تدخلوا على صفحة دعونا نطهو معا وتنشروا عليها وصفة مميزة من ابتكاركم، ملائمة للفطور، لغدا أو العشاء، شرط ما يتخطى وقت تحضيرها 60 دقيقة. رح يتلقى الرابحين معنا رسالة إلكترونية مع عبارة مبروك، أنت اليوم أحد الرابحين بمسابقة دعونا نطهو معا من سفرة دايمة ومولينكس، ورح توصلك هدية لبيتك. نتمنى أن تكون من الرابحين وتشجع أصدقائك وأهلك على المشاركة لتزيد فرصتكم بالربح. Good luck! رح يتم اختيار 3 رابحين أسبوعياً، ورابح للجائزة الكبرى بنهاية شهر رمضان المبارك، وهي مجموعة من الأدوات المنزلية تقدمت مولينكس. منكفي حلقتنا لليوم مع وصفة هي المعكرون، أكيد رح تحضرنا إياها الشيف فاطمة. مرحبا شيف. كيفك؟ الحمد لله. كيفك؟ شيف فاطمة، شو بدنا نحضر للمعكرون؟ أول شيء شو بدنا نعمل؟ أكيد نعرف إنه المعكرون أكلة فيها دسامة شوي وفيها زيوت وفيها، يعني أنا شفت إنه مزغرة نتف الحبة ورح نشتغل فيها بطريقة صحية. مزبوط. بالأول شو بدنا؟ بالأول بنذوب الزبدة. اكيد هي زبده قليله الدسم. مزبوط. يعني اول شيء ما نشتغل انه بزبده قليله الدسم. اوكي، هلا عم ندوب الزبده، شو بدنا نحط؟ هلا بنحط سميد الناعم. سميد فرخه. ايه، يعني بنقول له سميد الفرخه او سميد الناعم يلي بنعرفه. في ناس بيعرفوا فرخه. مزبوط. وفي ناس بيعرفوا سميد. اوكي، هلا هون شو بدنا نضيف لالون؟ هلا بدنا نضيف اليانسون الناعم. اليانسون الناعم فينا نحطه ندوبه بالمي ونغلي ونشيل نشتغل العجينه بالمي، يعني اذا كان حب. إذا كان حب، بس هو من المفروض عشان بده يطعم أكثر وبينحط لون. نعم، بنحطه بهالطريقة. أوكي، يعني في كثير أنا بعرف يعني أماتنا وهيك بيشتغلوا بيعملوا أوقات بدوبوا اليانسون وبعدين بيغلوه وبعدين بيستعملوه بالماء. مظبوط. هي الزبدة دايبة. هلا حنرش نقطة كربونات. كربونات مشان شو الكربونات؟ عشان ينفيك اللون الاحمر، تعطينا تقريبا هيك اللون الزهري، وصير تشرب القطر كمان وتعمل التراوي. هلا بدنا نحط الزبده، نعجنها بالزبده. نحطهم مع بعضهم. بدنا نعجن بالماء. مزبوط. هون كميات يلي عطينا اياها كثير دقيقه بتطلع العجينه 100%. مزبوط. هلا رح نضيف الماء. بالزبط.
شوي شوي من حط المي شوي شوي تما تطلع رخوة معنا. يعني بدنا نجرب نشتغل بطريقة انه ما نرجع نضيف لها ولا شيء. ليش يا زيري؟ هاي العجينة بتتريح؟ بتتركها قبل ما تحضر اغراضك، مثلا مثل القطر، مثل الاشياء اللي بيكون ناقصك قبل ما تحط الزيت، يعني قبل ما تولع تحته. يعني بنعمل العجينه وبنبلش دغري بالزيت وبال بكل الاشياء يلي بدنا نشتغل فيها. القطر اكيد بدنا نرجع نغطهم بالقطر. هلا انا رح احضر الزيت. اوكي الان صار جاهز العجينه. هيدا الزيت، هيدا القطر، مبينين مثل بعضهم. هلا تنعمل قطر صحي شو لازم نستعمل؟ في عندك الفركتوز، لانه اللاكتي ما بيساوي يعني القطر، بس الفركتوز فيك تعمل. يعني بدنا نحط فركتوز، اذا حطينا سكر خصوصي للسكري وللدايت شوي اكثر لازم نحط سكر فيكتوز. كمية هي كيلو، كل كيلو سكر بياخد نص لتر ماي، وبنغليهم على النار وبنضيف لهم اخر شيء المزهر ورشه حمض الليمون او عصره حامض. هيك بصير عندنا القطر جاهز. اكيد في كثير بيشتغلوا بالقطر هو سخن، نحن هون الطريقه رح تكون مختلفه، رح نشتغل بالقطر هو بارد. يمكن لان القطر هو سخن شوي بخليها تطرى العجينه. هلا الزيت عم يحمى. اوكي هلا حنبلش محضرين عجينه من قبل. نحضرها من كعزلها بشكل طبات صغيره. كثير هينة العجينة مثل ما شفت. اوكي ومنلفها بصبيانا وعلى السريع. ولاحظوا هون قد ما منكعزل الحبة قد ما بصير عنا حجم، يعني فينا نعملها حجم كبير وفينا نعملها اجمالا بالبيوت بس يعملوها، او نجيبها خالصة بتبقى اكبر شوي صغيرة. نحن عم نشتغل على طريقة انه كل شخص ياخذ اثنين مش اكثر، او لا ثلاث حبات هي بحق له البورشن تاعته. فينا نبلش نحط الزيت بعد ما حمي. شوي صغيرة القطر مثل ما شايفين هون. بدنا نقربه على النار، لأن بس نشيل من الزيت بدنا دغري نسقط بالقطر. وقدام نتركه بالقطر؟ بالقطر تتركه 5 دقائق، لأنه يعني إذا تشرب كثير ما بيسوى. يعني عنا وقت هو انه بس تنقلها وتاخذ اللون اللي بدنا اياه. عندنا 5 دقائق تقريبا تا نغطها بالقطر ونشيلها، وهيك بتكون صارت جاهزه تقريبا، بس تبرد فينا نقدمها يعني على السريع. هون الزيت، شو بنستعمل زيت تقريبا ما يكون كثير بضرنا، يعني هو طبعا زيت الكانولا. اذا اضطرينا نستعمل زيت الكانولا هو اخف طبعا. ما بيحترق بكميه الزيوت الثانيه، يعني عندنا زيوت فينا نستخدمها وما تضرنا كثير.
وكل ما كان حامي الزيت كل ما شربت العجينة، يعني ما بتشرب العجينة كتير دغري بتنزل بتاخد لون وبتطلع، يعني ما عنا وقت تشرب كتير. لا ما بتشرب لأنه لما يكون الزيت كتير حامي، يعني أهم شيء تتنجح معنا وما نكون مشربين كتير زيت لازم يكون حامي كتير الزيت. يلا شيف هون نحن محضرين أكيد مثل ما شفنا بالأول حضرتيهم وعملتيهم عنا هاللون يلي طلع هلا، فينا نخليهم لون أخف شوي أو نغمقهم أكثر أو هذا اللون يلي أنت بتحبي تحضريه؟ هذا اللون أحلى لأنه بضل إذا غمقته العجينة تعطي بتصير قاسية بتقسى، يعني بتيبس وما بتشرب القطر، اللي هو الكمية اللي بدنا إياها. إذا يعني مش حابين قطر كتير بتعطوه لون أكثر، وإذا حبينا مع قطر زيادة بتخففوا كمية النار يلي بدنا نحط عليها، يعني بنخليها شوي أشقر. يعني صاروا قد ايه بتاخذ تقريبا وقت بالزيت هون؟ لما يكون حامي تقريبا بتاخذ معك شيء 5 دقائق أو 3 دقائق حسب الكمية اللي عندك. أكيد نحن ما رح ننطر تاخذ هذا اللون اللي يلي صاير عنا، رح نشيلها شوي شقرة بس تتشوفوا كيف طالعة. اوكي فينا نشيل هلا، فينا نشيلهم اكيد بنسقطها بالقطر وشوفوا القطر سميك، ما رح ننطرها 5 دقائق كمان. مع المعكرون والقطر وشيف فاطمه هالوصفه كتير ناجحه وكتير طيبه، بشوفكم بعد الفاصل. مرحبا عن جديد، انضمت لنا مدام كارول كمان وهلا ميسا. مرحبا ميسا. مرحبا شيف. ميسا شو محضرتينا لليوم؟ اليوم حنحكي عن التخزين بالبراد. كلنا عنا برادات بالبيوت وكلنا صار تقريبا صرنا نعرف انه حرارة البراد بدها تكون 4 درجات. حنحكي بالتفصيل كيف اصول تخزين مختلف انواع الاكل بالبراد. نبدأ بداية بالحكي عن القلبين والاجبين. كل يوم نستهلك قلبين واجبين، بس وين لازم نحطها بالبراد؟ الحليب ومشتقاته، جبنة، لبنة وغيره، واللبن وغيره. لازم نحطها من نص البراد وطلوع، يعني فينا نحطها الطبقة الثانية بالبراد، يعني بوسط البراد. إذا بدنا نحكي عن اللحوم، النية، الأسماك، الدواجن وغيرها، لازم نحطها بالطبقة السفلية ودائما نحافظ على غلافها تكون مسكرة فيه ونستهلكها خلال 3 أيام، يعني إذا نحن ما نطبخها لازم نطبخها خلال 3 أيام من تخزينها بالبراد. إذا ما نحكي عن الخضار والفواكه، طبيعة الحال بالبراد عنا دايما الجرور الموجود أسفل البراد، هيدا جرور منحط فيه الخضرة والفواكه، بس فينا نعتمد طريقة أنه ما نغسلهم قبل ما بدنا ناكلهم، يعني بالعكس، يعني إذا بدنا ناكلهم نغسلهم مباشرة، بس يعني بس جينا من السوبر ماركت ما ضروري نغسلهم من ضبهم، بس اكيد اذا عنا اولاد بالبيت او كل افراد البيت لازم يعرفوا انه هولي منهم مغسلين. هلا في شيء كثير مهم دائما بنلاحظ، مثلا اذا خزننا الافوكادو مع ورقيات مثل الروكا او مع الخاص او غيره بنحسها انه تبلش تدبل بسرعه. ليه؟ لانه عنا مثلا افوكادو او عنا الموز او عنا التفاح وعنا الخوخو والبندوره بيفرزوا ماده الايثيلين يلي هو عباره عن غاز بيساعد انه يدهور حاله خضار او خليها تستوي اسرع من خضار تاني مثل الورقيات مثل الخس مثل الملفوف مثل البروكولي وغيرها بتستوي اسرع بكثير من. هلا عنا مثلا بيض، كثير منلاحظ ببيوتنا منخزن البيض بباب البراد، هيدا جدا خاطئ. بباب البراد الحراره كثير بتلعب يعني بتشقل منيح، فحسب هيك لازم نخزنها بنص البراد. فينا نستبدل بباب البراد نحط مثلا خردل، الكاتشب، هو كلهم فينا نخزنهم بباب البراد. يعني قد ايه نحن لازم ننظف البراد؟ كل قد ايه كيف لازم ننظفه؟ هلا في شيء انه دائما بننظفه بس يوقع في شيء، هي دغري مباشره ما ننظفها، بس كل اسبوع او كل على صحه السلامة، على صحه سلامة بدك تنظفه بس يوقع في شيء، اما على صحه وسلامة هيك بشكل عام كل اسبوع لازم نلقي نظره على البراد، الاكل لازم نخلص منه، نعطي مسحه للرفوف، بس براد بشكل عام اذا ما ننظفه تنظيف جذري يعني لازم نطفى على القليل مره بالشهر، نطفيه ونشيل الرفوف ونغسلها وننظفها بشكل مظبوط.
هلا اذا بدنا نحكي مثلا انه امرار بتحس تفتح البراد تبقى انت الاكل كله مؤكد انه منه فاسد، بس في ريحه غريبه يعني. صحيح. ما بتلاحظ عن هالشغله انه على طول بتطلع ريحه كانه معبق البراد، معبق بس ما في اكل منزوع، ما في شيء منزوع. مزبوط. هلا حاعطي اثنين تيبس يعني او اثنين نصائح لستات البيوت. فينا نحط بصحن البن الطازج المطحون، كلنا بنشتري بن فينا نحطه، او فينا نحط الكربونات بنحطهم بصحن ونتركهم كذا يوم بالبراد بغيروا ريحه البراد. الشيء الثاني اللي فينا نعمله 4 كبايات مي مع ملعقتين بيكنج صودا يلي هو كربونات، ونغسل فيه البراد من جوا نتخلص من هذه الريحه الموجوده عندنا. هلا صح او غلط؟ كثير نحن ببيتنا بنعتمد مثلا اذا الاكل شلناه او بقايا الاكل شمينا ريحته، ريحته منيحة لونه منيح خلص هيدا صالح للأكل، هيدا مفهوم جدا خاطئ، لأنه البكتيريا يمكن تتكاثر بس ما تغير لا لون ولا ريحة ولا تركيبة ولا شيء. فإذا قطع 3 أيام على الأكل موجود بالبراد ونحن ما حنستعمله لازم نتخلص منه. بدي أتشكرك ميسا. بدي أسأل مدام سوسن شو رأيها باللي قلته ميسا؟ ميسا المعلومات كتير مهمة، وكنت عم تحكي على قصة البيكربونات بالبراد، هي الريحة اللي عم تحكوا عليها هي ريحة رطوبة. مزبوط. ورطوبة هاي هي بيقلوها بالعربي عطني، يعني ريحة عطني بتعلق على كل شيء بالبراد، يعني بتعلق إذا في جاتو بتعلق عليه. مزبوط. إذا في خبزة بتاخد ريحتها قوام. والكربونات هو نفس الفكرة اللي بنستعملها لما بحطوا علب فيهم بيكربونات ومي بالخزاين لتسحب رطوبة، هي نفسها العلب صار فيه منها فود جريد تنحط بالبراد لحتى تسحب رطوبة. أهلنا من زمان كانوا يحطوا، لأنه أنا كنت شوف من زمان كانوا يحطوا فحم، والفحم كمان بتسحب رطوبة. بس المعلومات اللي عم تعطينا هي كتير مهمة، والبرادات الجديدة اليوم ما بقى العلبة اللي بتحتوي على البيض ما بقى بالإيد، صارت أوردي محل ما أنت قلتي بالنص. فإن شاء الله تكون يعني هالنصايح كتير منيحة اللي أعطيتيها واليوم يستفيدوا منها الستات. كارول شو رأيك؟ كتير نصايح مفيدة، وبعدين مثل ما قلتي مظبوط، صاروا البرادات البيض صاروا عم بيعملون اوريدي جوا بالنص، عم بينحطوا جوا، ومثل ما قلتي هيك الحراره بالبيض بتلعب كثير وبضل بينفتح وبيتفتح، والبيض كثير دقيق. على كل حالات كل معلوماتك عم بتفيدنا ميسا. كارول شو هاليوم الاوبرجين الحلو؟ اليوم اوبرجين غامق. احكي لنا عن شو اليوم، يعني شو الثيم اللي عندك اليوم؟ هيدي سفره منقدر نستعملها لإفطار ولعشاء وكمان لعرس. يعني هيدي ألوان تستعمل بكل المناسبات، وأكيد بعدنا عم ننزل هالألوان الفرحة لأنه صيف والعالم بترغب هالشي. حتى بالشتاء حلو، يعني بتحسي وبالشتاء حلو أكيد، بتحسي مثل كأنها سفرة ملوكية يعني هيك عاطي قبها كتير اللون. لون الموف الغامق هو لون رويال، يعني بيعطيك قيمة، وخصوصا وقت بكون مخلوط مع الأبيض بيظهر جماله. هلأ الفازات المحطوطة كلها بتضوي تعطيني إفاية على السفرة، بس يمكن هون في إنارة كتير مرح المشاهد يقدر يشوفها مزبوط، وقت بكون الإنارة أقل ببينوا هالبوكالات كلها مضوية على السفرة، ويلي أنا بفضلها على الشمع بتعطي إفاية وبلا ما تحرق أي شيء يعني. هلا رينجيت نابكنز، ما في اليوم كادويات؟ بلا في كادويات، عودناكم على الكادويات على طول. لا اليوم رينج النابكنز عادي، بس اكيد تابع على الوان السفره، هو معمول من خرز كثير حلو، والسوفينيرات محطوطين بكياس حد الصحن للست بكيس. أكيد في سوفينير على كل حال، فيه على كل حال في هدية. ايه على كل حالات في هدية. يعني ما تفتحين وتقولي لا، بس اليوم بدنا نشوف. لا بدنا نشوف، ما فيها مدام سوسن لازم تشوفهم. فهيدول يبقوا مسكرين حد كل صحن، تنشوف شو حاطين اليوم. حاطين هيدي للستات للحمرة، تستعملها للام الحمرة، فكلها اشياء بتنعاز يعني، مش سوفينيرات هيك بس ديكوراتيف. كتير حلوة. وزيادة اليوم حاطين كمان زينة، بتلاقي باترفلايز على الطاولة، مزينين الطاولة، ويلي هن حبوب شوكولا. هاي حطي الشوكولا قدام الصحن
تعطيني زينه زياده وهيك ضيوفك بيقدروا يضيفوا شوكولا بالاخر بلا ما نجيب جات، بكونوا مزينين الطاوله. كثير حلوه طاولتك كارول، ونتشكرك كثير على هالديزاين الحلو اللي عم نتعرف على كثير اشياء حلوه كل يوم. ثانك يو. لنرجع نحكي على طاوله رمضان وعلى الاطباق اللي نحن حضرناها اليوم. اليوم عنا بدنا نبلش يعني افطار رمضان، بنكسره دائما بنكسره بالتمر مثل ما بنقول، من بعده في عنا شوربه الهليون، كريمه الهليون، عنا اليوم السلاد عاملينها فيها كل الخضار يلي فيها مضادات اكسده مثل ما حكينا اليوم بحلقتنا، في عنا الباذنجان، عنا الروكا، عنا البندوره المشويه، وعنا جبنه الفته يلي هي سلاد معروف انه دائما في جبنه وباذنجان وبندوره مع صوص السيترون اللي هو صوص حامض وشويه زيت زيتون. هذا بالنسبه للسلاد. بالنسبه للمين ديش عنا رز بلحم، اليوم اكلنا لبناني، رز بلحم يلي هو رز مع لحمه مفرومه وعليه دجاج مشوي بالفرن، بيتقدم حده لبن، وبدنا نتحلى اخر شيء بحلو لبناني معروف هو معكرون يلي شايفينه حدنا هون ويلي شكله بشهي كثير. فاتن شو بتقولي لنا عن الشوربه بالاول؟ فينا نحكي عن شوربه الهليون، انه الهليون كمان من الخضره الخضراء اللي فيها انتي اوكسيدنتس كثير غنيه، بلس كمان فينا نحكي عنها انه اتس فري كالوري فيجيتابل، كمان فينا ناكله بكميات بدون ما يكون عندنا يعني بدون ما يكون في كالوريز. اكزاكتلي. والباذنجان، هلا الباذنجان كمان ذكرنا فيه كونه لونه بنفسجي يعني از ا جود انتي اوكسيدنت، كمان عندنا الروكا في غنيه بالحديد، الجبنه اتس ا فيري جود سورس اوف كالسيوم، والبندوره بلس اللايكوبين الموجود فيها كمان لانه لونها احمر كمان غنيه بالانتي اوكسيدنت. يعني فاتن هذا الصحن بتقوليه انت كومبليت، في بقلبه yes, كل شيء yes. ما عدا الكربوهيدرات. الكربوهيدرات يعني اذا اكلنا جبنه بالخبزه طلع لنا صحن كامل كامل، مع انه نحن معتبرينه سلاد بس انه فينا ناخذ ممكن يكون وجبه كامله وممكن اذا بنضيف عليها نشويات. بالنسبه لنا عنا حضرنا طبعا مع الشيف، حضرنا رز بلحم يلي هو رز مطبوخ بطريقه صحيه على مرقه الدجاج بدون ما يكون في ابدا دهون. رجعنا اخذنا الدجاج حطيناه بالفرن قطعناه وصفيناه على وش الرز هون، طبعا حطينا قلوبات، القلوبات مش مقليه، ما فينا نقلي قلوبات لانه القلوبات كلها زيت، فمجرد ما نحطها نحن بالفرن او حتى نحطها على التيفال على النار بدون شيء بتكب زيتها منها وفيها وتعطي هاللون الحلو. مثل ما قلنا القلوبات هن كمان مصدر غني للانتي اوكسيدنت، مصدر غني للاوميجا 3. بالنسبة لنا يعني هذا الصحن مثل ما نقول دائما عم نحضر بين 6 ل 8 اشخاص، هذا الصحن تقريبا ل 8 اشخاص، اذا اخذنا قسمناه على 8 الكالوريز بيكونوا بين 340 وال 380 وحده حراريه. ليه؟ لانه في شويه هالقلوبات اللي نحن منصر انه نحطهم، بس كمشه من القلوبات فيها يعني كمشه صغيره هالقد فيها 45 وحده حراريه، فاذا حطيناها صار الصحن عنا بحدود 380 وحده حراريه. إذا أخذنا معه لبن قليل الدسم، كل نص كباية لبن فيها تقريبا 40 وحدة حرارية. أما بالنسبة للمعكرون في بقلبه طعم اليانسون يعني هو أهم شيء، وهذا المعكرون إجمالا نحن بنقليه يعني بلبنان بنعمله من سميد وبنعمله من طحين فرخة وبنحط له شوية سكر وبنقليه، نحن هون عاملينه مع اليانسون مع السكر إنما مشوي بالفرن ومنزد له بعدين قطر الفركتوز أو قطر الفركتوز واللاكتيتول اللي هو قطر مناسب للسكري. كل 3 حبات معكرون من هدول فيهم 150 وحدة حرارية مقابل على القليلة 400 وحدة حرارية من المعكرون العادي يلي نحنا منلاقيه بالسوق. إن شاء الله تكونوا استفدتوا من حلقتنا هاي، اسمعونا بالحلقة الجاي. بتقدم لكم سفرة دايمة ومولينكس فرصة لربح جوائز عدة من خلال إبراز مهاراتكم بالطبخ. يكفي أنه تزوروا موقع سفرة دايمة على الإنترنت www.sifradayme.com، تدخلوا على صفحة دعونا نطهو معا، تنشروا علي وصفة مميزة من ابتكاركم ملائمة للفطور لغدا أو العشاء، شرط ما يتخطى وقت تحضيرها 60 دقيقة. رح يتلقى رابحين معنا رسالة إلكترونية مع عبارة مبروك، أنت اليوم أحد الرابحين بمسابقة دعونا نطهو معا من سفرة دايمة ومولينكس، ورح توصل لك هدية لبيتك. نتمنى أن تكون من الرابحين وتشجع أصدقائك وأهلك على المشاركة لتزيد فرصتكم بالربح. Good luck.
رح يتم اختيار 3 رابحين اسبوعيا، ورابح للجائزه الكبرى بنهايه شهر رمضان المبارك، وهي مجموعه من الادوات المنزليه تقدمت مولينكس.